تعالوا بقى نقول مقادير الوصفة بتاعتنا التانية، وهي الفراخ بالليمون والمشروم. فراخ بليمون وصوص مشروم، مقاديرها بسيطة وهتظهر قدامنا دلوقتي حالا. عندنا كيلو من اوراق الدجاج المخليه، كيلو وراك دجاج، وعندي كمان 3 معالق من عصير الليمون، ومعلقه مستارده، ومعلقه بابريكا، وربع كيلو من المشروم، ومعلقتين زبده وجزرايه، وكمان عندنا ربع كيلو من البروكلي، وكوبايه مرق، ومعلقه دي، وكوبايه كريمه، ويلا بينا في بصلايه كمان. تمام، هناخد كل التتبيله بتاعتنا الاول نخلطها مع بعض، اللي هي ايه بقى؟ المستارده. تمام، وعليها البابريكا، وبعدين عصير الليمون. تمام كده، نقلب الاول الخليط ده مع بعضه كده اهو، وبعدين نحط زيت الزيتون كله مع بعضه الاول، وبعدين نديها شويه ملح وفلفل بس، بعد ما نشيل الكيس كده من على الفراخ. اوراك دجاج، اوراك. تمام كده اهو، وناخد شويه ملح وفلفل اهو بالراحه اهو هنا، وبعدين نقلبهم مع بعض اهو، حلو قوي، وبعدين نحطهم في الخليط ده. يا صباح الفل يا استاذه سميره. صباح النور على عيونك يا شيخ. يا اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. بسنة حضرتك طيب بالايام المفترقه اللي جايه واللي جايه احنا فيها. وحضرتك طيبه وبخير دايما كده، ونسمع صوتك بخير. والصبح كله بخير وانت بخير. الله يخليكي، تسلمي. ربنا بخير، كلكم بخير يا كلهم رب. بيسلموا على حضرتك وبيشكروكي طبعا. ان شاء الله ربنا يبارك لكم يا رب ويديكم الصحه يا رب. تسلمي تسلمي، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يكرمك. انا بشكرك على تليفونك، مالكيش اي سؤال؟ والله العظيم بتوحشيني جدا والله. الله يخليكي كمان، بتوحشينا حضرتك واتصالاتك. تأمريني. ربنا يخليك، انا هسألك سؤال صغير بس. اتفضلي. الملوخية لما باجي اعملها بتبقى عامله، بتقطع عامله زي الخبيزه، بتبقى تقيله يعني؟ لا بتبقى قاطعه بس. طيب ما تخليهاش تغلي كتير، بس ما تغلي كتير يعني، اول ما تيجي تفور كده وهتغلي عاملها تطشه تقوم منزلها عليها وخلاص، شيلها من على النار بس، بس ما فيش اكتر من كده. انا بشكرك على اتصالك يا حاجه سميره، واحنا دايما سعداء بان احنا نسمع صوتك. حطينا الخلطه بتاعتنا، هنشيل كده ونجيب هنا طاسه ونحط فيها الزبده اهي، وشويه زيت كما عودتكم، مش زبده بس ولا زيت بس، بس قبل ما نجيب بس شوكه كده نمسك بيها، عارفين ليه؟ علشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش، لان الطاسه دي سخنه جدا. تمام كده اهو، ونقلب بالراحة خالص، لسه الموضوع لسه شوية طويل، بس لازم نمشي مع بعض تفاصيله واحدة واحدة. الزبدة ساحت خلاص، ناخد قطع الوراك الدجاج بس من ناحية بره، من القطعة اللي بره. هتسموها شيش سموها شيش، مفيش مشكلة. يا أستاذة أمل صباح الفل. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يا أهلا بيك، اتفضلي يا فندم سامعك. يا شيف لو سمحت انا عايزه اسال على اللحمه الجملي بتطيب ازاي؟ ايه يا فندم؟ اللحمه الجملي بتطيب ازاي؟ بتستوي ازاي يعني؟ ايوه زي اللحمه العاديه بس. يعني انت حضرتك عايزه تعملي لحمه مسلوقه هتعمليها مسلوقه، عايزه تعمليها مفرومه وتعمليها بقى كفته هتعمليها كفته، هي زي اللحمه العاديه بالظبط. ما فيهاش اي فكره يعني جديده. تمام حضرتك سامعاني؟ طيب يا اللحمه الجملي زي اي لحمه، زي اللحمه العاديه، ما فيهاش اي حاجه يعني جديده، ما فيهاش ابتكارات. ممكن حسب بس حسب الجزار اللي انتوا جايبين من عنده، يعني في لحمه جملي بيسموها القعود اللي هو صغير شويه، وفي اللحمه الجملي اللي هو كبير شويه. الكبير شويه ده هياخد شويه تسويه اكتر، الصغير ممكن ياخد تسويه سريعه، بس هو ده الفرق. فانتوا اسالوا الجزار اللحمه دي صغيره ولا كبيره بس، واكيد الجزار هيقول لكم، اكيد اكيد هيقول لكم صغيره. تمام. ابص كده لو لونت او لسه ما لونتش. جميل، ده احنا هنعمل لها صوص
رائع دلوقتي مع الفراخ دي. انا عندي الفراخ بتاعتي احط دي على النار علشان تسهل معايا شويه، وما نحطش زيت ولا زبده تاني، ناخد من دي شويه صغيرين وبعدين نرجع دي تاني وناخد بقيه الفراخ بتاعتنا نحطها هناك. جميل كده، بسم الله، ونسيبها برضو لغايه ما تلون معانا. هتلون معانا يعني ايه؟ هتاخد لون من تحت، لون شكله كده ذهبي حلو. واروح ابص على اللحمه، نسينا اللحمه صحيح، اخبارها ايه؟ اللحمه بتاعتنا انا مستني لما تستوي شويه، زي ما قلت لكم بتغلى، هسيبها برضو شويه، لازم تاخد وقتها. تمام، بس في الحالات زي ما قلنا اهو اسيبها كمان لغايه ما تبدا تستوي معانا، تستوي معانا. واروح ابص على الفراخ بتاعتي لونت اهي. يا عمر، ايه يا سيف، عامل ايه؟ شايف الفراخ عامله ازاي؟ تتبيله حلوه قوي يا عمر، جربها. ماشي يا سيف، اتفضل، انا سامعك، اتفضل. بقول لك يا سيف، اتفضل. هو ايه اللي اسمه ده، الديك الرومي معايا الثاني بيستوي ازاي؟ اللي ايه يا فندم؟ الديك الرومي بيستوي ازاي الثاني؟ هجاوبك تاني على الديك الرومي، حاضر ان شاء الله يا عمر، حاضر. بشكرك يا عمر على اتصالك وهجاوبك عينيا، حاضر. انا معاها لغايه ما تلون، لان دلوقتي اول ما هتلون واحس ان هي خدت اللون ده الاساس، هنيجي نضيف عليها البصلايه، وبعدين نحط كمان عليها شويه من الدقيق علشان تربط. يعني ايه تربط؟ علشان تبقى كثيفه شويه، والمشروم، واخر حاجه هضيفها الكريمه. جميل. تاني بذكركم احنا بنعمل مع بعض طريقه حلوه قوي، لا جبنا عروق فيليه ولا جبنا سكالوب ولا جبنا الحاجات الغاليه دي، احنا جبنا وراك فراخ عاديه جدا. تمام، اهي الوراك موجوده، واكيد سعرها مش غالي، فاحنا بخدناها اهو وبنسويها بطريقه لذيذه قوي بعد ما تبلناها بتتبيله بسيطه جدا، تتبيله بسيطه زي ما انتم شفتوها. وبعدين باخدها كده اول ما بتلون معايا بقلبها الناحيه الثانيه، بس انا عايزها تلون شويه كمان، هنسيبها لما تاخد اللون خالص. بعد ما بتلون معايا خالص بتضيف عليها زي ما قلنا شويه البصل ومعلقه دقيق وكمان المشروم يستوي معاها. يا استاذه اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. بحبك قوي والله يا شيخ، بحب طريقه طبخك. تسلمي، ربنا يبارك في عمرك ويخليك يا رب، الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، طريقه عمل الكريمه اللي هي الشرطه اللي هي الكريمه اللي بتحط على الوش، هي ليها طريقه غير ما تشتري كريم شامبو؟ ليها طريقه بتتعمل في البيت غير لا خالص، لا خالص، هي الكريمه بتحطيها تدفقيها بس تكون تقيله شويه، ما تكونش خفيفه عشان ما تسيلش. تمام، وبعد كده بتغطي بيها اي تورتايه بتاعتك وتمسحيها. عايزه تحطي عليها بقى عجينه سكر، عايزه تكملي بروزيتات من الكريمه، ماشي، عايزه تحطي عليها كمان اي حاجه انت عايزاها، شوكولاته سايله بس تكون زي الجناش كده، مفيش مشكله خالص. هي دي طريقه الكريمه، كل 400 جرام من الكريمه بتاخد لتر من الميه الساقعه او اللبن السائع، تخفقها جامد جدا لغايه ما تتجمد معانا. انا بقولك في الحاله دي زودي شويه كريمه كمان، يعني شويه كريمه كمان صغيرين زودوهم علشان خاطر تطلع معانا حلو قوي. جميل، بصوا هنا بقى، انا هنقل كل الفراخ هنا علشان نعمل الصوص هنا ونستمتع بالريحه اللي انتوا شايفينها دي، ونستمتع كمان بشكل الفراخ الرائع ده. هنحط البصلايه متقطعه شرايح مفرومه زي ما بتحبوا، وبعدين هنقلبها كده تقليبه يا دوب تخش في التسويه، لان لسه هتغلي جوه الصوص، فانا مش محتاج اسويها كتير اهو. جميل كده، اول البصلايه بتاعتي ما تدبل شويه، ما تدبل شويه، هنضيف عليها المشروم متقطع قطع كبيره كده، يعني المشروم متقطع نصين مثلا. جميل، ونقلب المشروم، ما بياخدش وقت خالص في التسويه، هضيف بس كل الحكايه شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، ونرجع نقلب تاني
والفراخ عندي بتلون بتلون، هوريكم لونها دلوقتي عامل ازاي. بس شايفين المشروم قرب يخش معانا في التسويه اهو. الله ينور يا ياسر. بصوا بقى ادي لون الفراخ اللي انا عايزه، هي استوت كده يا شيف يسري. اه طب انت عايز هتدخلها جوه المشروم او الصوص؟ هندخلها تتشرب منه وتاخد شويه نكهات منه ويبقى تمام التمام اهو. جميل كده، ده لونها اللي انا عايزه، لانها تتقدم كده فلازم يكون اللون بتاعها جريل. جميل، انا كده المشروم اهو بدا يخش في التسويه معانا. هناخد كمان معلقه الدقيق. يا استاذ سعيد. ايوه ازي حضرتك. يا اهلا بحضرتك. ممكن اسالك على الكبسه السعودي بس؟ اللي هي يا فندم الكبسه؟ اه عينيا. حاضر حاضر. حاجه تانية؟ شكرا لحضرتك. يا اهلا بيك يا استاذ سعيد. ان شاء الله هقول لك دلوقتي على الكبسه السعودي. كل اللي انا عملته مش من وراكم، حطيت هنا معلقه الدقيق. هتلاقوا الموضوع ركزت شويه، يعني الصوص بتاعنا او الخليط بتاعنا ده ركز شويه. حط كوبايه المرق عشان تغلي غلوه ونشوف كثافه الصوص عامل ازاي. بصوا بقى، اول ما حطيت المرق بدا الدقيق اللي انا حطيته يدوب معانا بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه. جميل، عايزين شوية مرق تاني، نحط شوية مرق تاني لو لقيناها تقيلة. تمام، لو لقيناها تقيلة بس لما تغلي كده هعرف الكثافة بتاعتها عاملة ازاي. الفراخ جاهزة تتقدم، وكمان الصوص بتاعي لو لقيته سميك زي ما بقول لكم هنزود عليه شوية مرق كمان، وبعدين هنسحب نفسنا كده ونعمل كفتة. كفتة؟ اه كفتة، كفتة رز بالجبن. انت بتقول يا شيف يوسف ده الموضوع؟ لا هقول لكم كل حاجه. تعالوا نشوف المقادير ونعملها مع بعض. ورائعه وطعمها حلو قوي، وبجد لازم تجربوا الكفته دي. مقادير الكفته بتاعتنا عباره عن كوبايتين رز مسلوق، كوبايتين من الرز المسلوق. رز مسلوق عادي، يعني ايه؟ احنا بنعمل رز نتغدى بيه، فضل مننا شويه كده بيتين هنستعملهم. وعندي كمان كوبايه ونص من الجبنه الموتزاريلا، وكوبايه من الجبنه الشيدر مبشوره، ومعلقه كمان من الكركم، ونص معلقه بصل باودر، نص معلقه توم باودر، معلقتين بقدونس، وبعدين الدقيق بيض ولبن بقسماط، دقيق بيض ولبن بقسماط. يبقى انا اتحط تمام التمام كده. دي مقادير الكفته بتاعتنا. بجد يا شيف يوسف انت بتتكلم جد؟ اه طبعا، يعني انا عمري كذبت عليكم في حاجه. انتوا هتشوفوا بنفسكم وهتجربوا بنفسكم ان في كفته بالشكل ده. اول حاجه هخلط كل الحاجات مع بعض، اللي هي الرز بتاعنا المسلوق. لو انا هسلق رز بقى ما عنديش رز بايت، هنسلقه بدون ماده دهنيه، ميه بس، ميه وملح بس اهو. لو انا اهو بس زي ما بقول لكم هسلق رز كده عندي، يبقى هسلقه بدون ماده دهنيه خالص. تمام، بس قبل ما اعمل اي حاجه هنشوف الصوص بتاعنا ده، نحط عليه الكريمه ونقول بسم الله. شويه فراخ اوراك بالصوص بتاعنا اللي هو صوص الكريمه والمشروم، روعه الروعه. هنقدمه مع شويه بروكلي، مع شويه جزر، زي ما انتم عايزين. ممكن نقدمه مع رز، ممكن نقدمه لو حابين برضو مع مكرونه، لكن الموضوع اسهل مما تتخيلوا. بصوا بقى الصوص بتاعنا بقى عامل ازاي. جميل، زي ما قلت لكم لو حسيت ان هو تقيل اكتر من اللازم، يعني معلقه اهي ونعمل كده. لو حسيت ان هو تقيل اكتر من اللازم هديله شويه مرق. ده حسيت ان هو زي الفل مظبوط اهو يا ياسر، هو كده جميل ومظبوط جدا. وان شاء الله تجربوا ويعجبكم، لازم تجربوا الوصفه دي. هنشيل بقى ده خالص ونشيل ده كده، ونيجي هنا ونشيل كمان كل الحاجات دي هنا على جنب. خلاص انا خلصت. تعالوا بقى نشوف الكفته بتاعتنا. حطينا كوبايتين الرز وعليهم الجبنه الشيدر وعليهم الجبنه الموتزاريلا وعليهم الكركم والبقدونس وكمان البصل الباودر والثوم الباودر وكمان شويه ملح وشويه فلفل هنحطهم عليهم. يبقى كده عند الخليط كله زي الفل، يعني الخليط بتاعنا كده مش محتاج اهو شويه فلفل وشويه ملح
هنخلط كل ده. عايزين في المفرمه زي الفل، عايزينها في كبه زي دي كده هتبقى برضو زي الفل. انتوا اصحاب الشأن، بس لازم الخليط كله يبقى مخلوط مع بعضه، نقلبه من فوق وتحت عشان ما يبقاش قطعه فيها جبنه وقطعه ما فيهاش. تمام. مين معانا؟ يا ام وليد. نعم. اهلا بيكي يا ام وليد. اهلا بحضرتك. اتفضلي، سامعك يا فندم. بقول لحضرتك، بيقولوا المشروم لما بيتحط في اي اكل بيجيب مرض يعني الاورام وكده، هل لا حول ولا قوه الا بالله. ده مين اللي قال كده يا فندم؟ في عيله ودوها للدكتور، كانت مامتها بتاكلها على طول المشروم في الاكل. لا حول ولا قوه الا بالله. لا خالص 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 يا فندم. يا الله اعلم برضو عشان انا مفتيش، ولكن اول مره اسمع الكلمه دي من حضرتك. اول مره، يعني انا بقالي في المهنه مش اقل من 30 سنه، اول مره اسمع الكلمه دي من حضرتك. وانا عارف ان المشروم صحي جدا، وهو بروتين نباتي وغني بكل شيء. اول مره اسمع الكلمه دي. نعم معلش سامحينا، يعني انا بس نفسي اعرف مين اللي افتى بالفتوى دي، بس معلش. تمام، هناخد ده كل الخليط اهو حطيناه مع بعضه، وبعدين ناخد نص الكميه كده وندورها مع بعضها. بسم الله. نفس الوقت هاخد بقى البيض واللبن ونقلبهم مع بعض. هديهم رشه صغيره من الفلفل بس. احمد شيل الكراك دي بقى والحاجه دي. تمام، رشه صغيره من الفلفل بسيطه. جميل. انا ما عملتش حاجه خالص، انا حطيت كل المكونات بتاعتي بدات تلم بعضها. حلو، هرفع كده اهو. بصي لسه هنطحنها تاني مع بعض، لسه هنطحنها تاني مع بعض بعد ما احط شويه من الخليط ده. مين معانا؟ يا استاذه نجوى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. معلش انا فاتني الفراخ اللي انت بتعملها اللي هي بالمشروم دي. انا عايزه التتبيله والتوابل اللي استخدمتها فيها. ولا حاجه خالص، من عينيا. يعني من عينيا. تنزل على الشاشه او حضرتك تقولها. هنحطها على الشاشه دلوقتي حالا حالا، اللي هي الفراخ بالليمون. شكرا. ثلاث معالق، اهلا بحضرتك وانا نورتينا. ثلاث معالق من عصير الليمون. انا هروح بعيد كده عشان تسمعي صوتي. وكمان ثلاث معالق من زيت الزيتون كله مع بعضه، معلقه مستردة، معلقه بابريكا، شويه ملح وشويه فلفل. قلبناهم مع بعض وحطيت فيهم الفراخ بتاعتي، وبعد كده شوحتها في الطاسه زي ما شفت حضرتك. في حاجه ثانيه؟ والمقادير قدام حضرتك اهي، صوريها لو حابه تصوريها. تمام اهو شايفين، انا بس بخلط كل الخليط عشان يتجانس مع بعضه. وهروح بعيد اهو عشان صوت صوت المفرمة. تمام جميل. هرجع تاني كده زي ما قلنا، كل شوية ابص على الخليط بتاعنا لغاية ما ينطحن معانا خالص. اهو الرز مع الجبنة مع الكركم، ملح وفلفل، بقدونس، شوية ملح، شوية توم باودر، وشوية بصل باودر. بجد جربوها، كفتة روعة الروعة، كفتة يعني رائعة. بعد كده بدخلها في البيض والبقسماط، وهنشوف دلوقتي. شوية لبن اهم مع شوية بيض، رشتهم برشة من الفلفل، رشه من الفلفل، وقلبتهم اهو. تمام، وهنجيبهم هنا جنبنا، وانا جنبي هنا الدقيق والبقسماط مع بعض، يبقى بالراحه زي ما انتم شايفين شغالين مع بعض. هاجي هنا بقى ارفع تاني. خلاص كده فاضل لها كمان، معلش سامحونا في الصوت ده، ناخد دقيقه كمان، اقل من دقيقه. هناخد كده نقفل ونروح بعيد. يا استاذ مدحت خير، ازيك يا شيف؟ اهلا بيك. ازيك يا مدحت بيه؟ وحشني جدا. ربنا يخليك يا رب دايما كده. انا بحاول والله اتصل كتير بس الخط على طول دايما مشغول. اهو نعمل ايه بقى، الحمد لله حب الناس. انت طبعا ربنا يا رب الله يكرمك يا رب يديك الصحه يا رب، ودايما كده نسمع صوتك على خير. الله يخليك، انا قلت اطبق على حضرتك. مالكش اي سؤال حبيبي؟
كنت عاوزك بس ايه تعمل لنا فرايد رايز. عينيا. حاضر 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 من عينيا. عايزه جمبري ولا فراخ ولا لحمه؟ لا انا عاوزه ساده، وان اي اضافات انا ممكن بحطها عليه. خلاص ماشي حاضر من عينيا من عينيا. قريب قوي نعمل الفرايد رايز، مع اننا عملناه قبل كده. بصوا بقى يا جماعه وانا بكلمكم، شكل الكفته بتاعتنا لفت مع بعض، يبقى انا مش محتاج حاجه تاني، مش محتاج حاجه تاني. اول ما تلف معايا يبقى انا وصلت لدرجه التسويه اللي انا عايزها. بس قبل ما ناخد الكفته ونيجي ناحيتها، اروح ابص على اللحمه اخبارها ايه. شربت كل حاجه، يا سلام حلوه قوي. لا انا هنشيلها بقى من هنا ونروح علشان نعمل الطاجن بتاعنا مع بعض. زي ما قلت لكم سهل قوي الطاجن اهو، وطعمه لذيذ، بس لازم تجربه. هناخد كبشتين من البشاميل، شايفين البشاميل ده؟ وانا عملته 3-4 مرات، وان شاء الله لو عايزين نعمله تاني نعمله تاني. لازم يكون سايل كده، ما يكونش كتلة. طبعا هو عشان برد شوية فبقت جامد شوية، بس برضو سايل. تمام، ناخد كبشتين من البشاميل. وبعدين قد ايه لذيذة الاكلة دي، قد ايه روعة. شوية من الجبنة الموتزاريلا، وشوية من الجبنة الشيدر او اي نوع جبنه بتحبوه. وبعدين البطاطس يا جمالها، ونفرد البطاطس كلها اهي، حلوه قوي. وبعد ما فردنا البطاطس كده ناخد شويه تاني من البشاميل نغطيها، حلوه قوي كده، جميل. بعد ما غطيناها كده هنيجي نضيف اللحمه عليها بعد ما استوت واتشربت كده وخدت ميتها، يعني ما فيهاش سائل خالص. نصبر عليها، نصبر عليها خالص بالبصلايه الحلوه دي. اول مره اعمل الحركه دي. تمام، ونيجي هنا نفردها عليها اهو. تمام، حلوه قوي كده. نيجي بقى نعمل ايه؟ نغرق بشاميل. وجربوا الطاجن ده، جربوه باي نوع لحمه، باي نوع لحمه انتوا بتحبوه، ما عدا الضاني طبعا. يا استاذه هاجر، الو. يا هاجر، الو. اهلا بيكي يا شيف ياسين. يا اهلا بيكي يا هاجر، منور الدنيا كلها. الله يخليكي، ده انت اللي منورانا. ايه الحاجات الحلوه دي؟ انا عايز اقول لك اول مره ادخل متابعه معاك. يا خبر ابيض على راسي على راسي. كنت عايز اعيد على حضرتك واعيد على امي واقول لها ربنا يخليكي ليا، وعايد على بابا وكل اللي بحبهم. كل سنة وانت طيبة وماما طيبة وكل أمهات مصر بخير يا رب دايما إن شاء الله. ملكيش بقى سؤال في الأكل؟ لا بس وحياة ربنا أنا بحبك قوي، بس أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس حبيت بس أكلمك. يا رب يخليك، ده أنا سعيد بتليفونك، وربنا دايما يدوم المحبة بيننا وبين كل مشاهدينا. أنتوا عارفين طبعا مشاهدي تلفزيون الحياة هما بالنسبة لي رقم واحد، فعشان كده دايما كده هتلاقوا في تواصل بيننا حتى لو مش بنشوف بعض. هنحط الموتزاريلا كده على الوش، وبعدها الجبنة تمام كده، وأخيرا كل المطلوب منكم بقى تحط تحت الشواية. ليه؟ لأن أنا مش محتاج أسوي، كل حاجة مستوية، اللحمة مستوية، البطاطس مستوية، وآخر حاجة هناخدها هنروح على الشوايه بتاعتنا. بس امسح حرف بتاع الطاجن بتاعنا علشان ما يتحرقش معانا، ما يبقاش طالع شكله كده مش كويس. انتوا عارفين الحاجات دي بتفرق قوي قوي، يعني انا لو بقدم طبق في المطعم وشكله كده مش عاجبني مش هاكله، لو جالي طبق كده شكله مش عاجبني مش هاكله. هنحط هنا ونسيبها بالظبط كده دقيقتين ثلاثه تحت الشوايه، فقط دقيقتين ثلاثه تحت الشوايه. زي ما اهو مش هقفل غير ما تشوفوها تحت الشوايه، يعني انا رافع اهو، رافعها تحت الشوايه زي ما انتم شايفين اهي، هقفل عليها وذكروني بيها بقى. يلا بينا نعمل مع بعض زي ما هتشوفوا اهو الكفته، الرز مع الجبنه مع كله. هناخد كور صغيره كده واوريها لكم، وكمان اصابع. تمام، مين معانا؟ تمام اهو، بصوا بقى انا عاملها كور صغيره اهي، هوريكم. حاضر، شايفين بتمسك ازاي؟
اهي اهي حلو. نعمل اصابع مفيش مشكله اهي، بس مش زي كفته الرز بقى، لازم يكون شكل الصباع كده لذيذ اهو. يا استاذ رمضان. ايوه يا باشا. اهلا بحضرتك، اتفضل سامعك. ايوه يا باشا سامعني. اه يا فندم اتفضل. ممكن اكلم؟ اهلا. معكش انا، تحت امرك اتفضل. ممكن شيف يوسف معايا؟ اه يا فندم اتفضل. ممكن اعرف طريقه المكرونه البشاميل؟ اللي ايه يا فندم؟ طريقه المكرونه البشاميل. حاضر، من عينيا من عينيا، هجاوبك عليها ان شاء الله، وهجاوب على الكبسه ان شاء الله لما نرجع في الفصل اللي جاي. بصوا، يا اصابع يا اما كور كده. وطبعا احنا لازم نكون مجهزين عشان وقتنا. بنعمل ايه بقى؟ بناخد اهو الاول في الدقيق، الاول في الدقيق، جميل كده، ونقلبها، وبعدين ننزل في البيض واللبن، وبعدين في البقسماط والزيت السخن. ده اظن مفيش اسهل من كده. شيف يسري، ده هي فيها جبنه، اما تنزلها في النار مش هتسيل معايا، استحاله. هتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي، ولازم تبقوا تجربوها. تمام كده، انا مش عايز احط ايديا في البيض واللبن عشان ايديا ما تلزقش. اهو ناخد كده دول وهنزلهم في الزيت قدامكم علشان تشوفوا لونهم، هنطلعهم ازاي حالا. اهو جميل، حط كده بقى ونقلب اهو. التقليبه دي عشان كله يبقى حواليه البقسماط اهي، والثانيه اهي الكوره. تمام، كل الحاجات دي هندخلها في الزيت. انا حبيت اوريكم بس الطريقه اهو، وبعدين ناخدها على الزيت سخن بسرعه، لان انا مش عايز اسوي غير البقسماط معانا، ونقول بسم الله ونطلعها، وهتشوفوا ان شاء الله شكلها عامل ازاي. عشان كده هستاذنكم ناخد فاصل اوريكم بس شكلها اهو. قبل الفاصل بصوا اهي، هتاخد كمان نص دقيقه اهو. حلوه قوي. عشان كده هستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنوريكم شكل الحاجات كلها، وان شاء الله يا رب تعجبكم. محدش في اي مكان، دايما هتلاقوا الجديد الممتع التعليمي مع شيف يسري في برنامج مطبخ الحياه، بعد الفاصل.